أعزائي المشاهدين، حلقتنا اليوم في برنامجكم مو معقول عن صوالين الحلاقة والحلاقين. تصور أنك رايح للحلاق وسوى أشياء تنرفزك، وش بتسوي أنت في الحالة هذه؟ ياريت لو نشوف المشهد مع بعض. ما ابغى مساج يا اخي، هذا مساج.
مش خدماتكم اذا زي كذا يخصكم صاروكم ما هو خدماتكم يا اخي ايش الحرارة الكلام حقكم هذا طيب استنى ما ايش استنى يا اخي انتوا قاعدين خلف الدرج استنى ولا شيء يا اخي اقرا الورقه دي بس وش اقرا ما عاد خاش الصاله وانا قاعد اشغل يعني سواء مساج انا صاحب المحل حبيبي انا اللي حط صاحب المحل طيب تحطون هالشكل هذا ليش تحطون الاشكال هذه طيب سواء مساج هذا حلاق هذا سوى لي مساج هذا مو مساج هذا تشتير هذه مصارعه هذا ليش يا اخوي ليش مو سوى لك مساج ما هذه من مساج هذا مصارعه هذا يا اخي ايش لحظه ما ابغى حلي يا ابن حلال خذ يا ابن حلال استنى ما ابغى حلي يا ابن حلال طيب اقول لك شيء انا اقول لك شيء طيب يا ابن حلال ما ابغى شيء يا ابن حلال خلنا نمشي في طال عمرك هذه حلاقها مصارعه هذه بحالنا طيب في كل خدمات نقدمها احنا ممكن تقرا مرحبا بكم مرحبا بكم بس يضبط لي انا تظبيط تظبيط ايوه من جهه علي من جهه بس الدار لا ايوه حياك الله حبيبي ارتاح ريح نفسك بس I'm gonna go get some more.